من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. حياكم الله في حلقة جديدة من حلقة أو سلسلة أنت تسأل ومصطفى لايف يجيب. كل يوم سبت أنزل حلقة أجيب فيها عن الأسئلة الأكثر شيوعا. بإمكانكم كتابة أسئلتكم واستفساراتكم تحت وأجيب عليها كل يوم سبت. لا تنسون لايك واشتراك. الأخ أنس القحطاني يسأل يقول إذا أخذت رخصة الرخصة المؤقتة لحق سن 17 سنة وبعدين بلغت السن 18 وبغيرها إلى الرخصة العادية اللي هنسميها الرخصة الخاصة، هل يحتاج أدرس من جديد؟ طبعا الجواب لا، فقط تدفع رسوم تجديد وتاخذ تدفع رسوم تجديد رخصة مؤقتة وتحصل على الرخصة خلاص. دائما رخصة القيادة إذا نجحت من أول مرة خلاص، بعدين أي تجديد ما يحتاج أنك تدرس من جديد. الأخ أو الأخت صبرة حسب ما هو مكتوب يسأل أو تسأل يعني إيش الرسوب الفوري في اختبار رخصة. طبعا الرسوب في اختبار رخصة في نوعين، في رسوب ممكن يتغاضون عن أو إذا تجمع إلى رقم معين ممكن ترسب فيه، وفي رسوب فوري. الرسوب الفوري عادة في الأخطاء اللي يسمونها أنها تضرب السلام المرورية، والأخطاء دي لا سمح الله في حالة أنت أخطأت فيها ترتب عليها أضرار، ممكن تكون جسيمة أو عدم إتقان أو ممكن تعود عليك أنت بالضرر. فبالتالي هناك أخطاء، خمس أخطاء فورية الرسوب، بس تخطأ فيها تقول لك الفاحصة أو تقول لك الفاحصة ستوب خلاص رسبتي. وفي أخطاء لا ممكن يغضون النظر، مرة ثنتين إذا تجمعت ممكن ترسبون فيها. عندنا السؤال اللي فوق يسأل الأخ هشام أو يمكن أخت ما أدري، على كل حال يسأل عن أنه مو بمحصل مواعيد في نفس التعليم القيادة، شيء شنو الطريقة باعتبار أن التسجيل عبر موقع أبشر لحجز مواعيد حق مدرسة تعليم القيادة. طبعا كثير يشتكي من هالنقطة، المدارس دائما تفتح فترة أرقام وتالي تسكر، كل ما تخلص دفعة تفتح وهكذا، لعل تصادف أن وقت دخولكم ما حصلت مواعيد. يقولون، أنا ما عندي خبر ولا متأكد، لكن يقال بأن المواعيد لأغلب المدارس تفتح وتطرح الساعة 12 الظهر يوم الخميس أو 12 في الليل. هذا طبعا مو بمعلومة رسمية لكن يتناقل، ما لي صحيح أو لا، جربوا. ولكن إذا ما حصلت مواعيد جربوا باستمرار أكثر من مرة وإن شاء الله يصير لكم نصيب. عندنا الأخت منى تسأل فوق تقول شو الطريقة أو شو تسوي أو شو الإجراءات اللي تتخذها إذا ارتفعت الحرارة للسيارة شو تسوي. طبعا بالنسبة للسيارات الجديدة الوكالة يعني شبه مستبعد إلا إذا في خلل فني طارئ، ممكن تكون سيارة قديمة، ولكن دائما باستمرار نشيك على المايل في الأديتر. ولكن في حالة لا سمح الله ارتفعت حرارة السيارة لخلل ما، أول شيء نسوي نحن نوقف السيارة ونطفيها ولا نفتح الأديتر، لا تفتحين الأديتر، انتبهي، خلي السيارة تبرد، اتصلي وتواصلي مع مهند الفني ولا الوكالة الجهة اللي بيصلحونها، وهم أعرف بيعرفون شو يسوون، لا تفتحين ولا تهندسين. يسأل السائل إنه هل ممكن أصدر أو يصدر لي رخصة قيادة إذا علي وقف خدمات؟ حد علمي لا يمكن.